نعيد تعريف الجمال. جينيالا قريبا في الأسواق. وقفت على الشارع طلعت معه إنه ما في ولا سيارة بالشارع. لما تأكدت إنه ما في ولا سيارة في الشارع قلت له يلا روح. ولا تيجي سيارة مش عارف من وين وتدعسه أمام عيني وجسمه يتنثر أشلاء أمام عيني حتى إنه دماؤه أجت على ملابسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بلسم آية. سلام حبايبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو نار بجنن، كتير كتير حلو، كله قصص واقعية صراحة جدا جدا مؤثرة، وأكيد يعني فيها عبرة مو طبيعية. رح أحكي لكم مجموعة قصص خرافية. احضروا الفيديو للنهاية ولا تنسوا قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، فعلوا زر الجرس، ضيفوني تحت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا انستغرام يضيفوني عليه. وبسم الله يلا نبلش القصص. فيديو اليوم عنوانه الدنيا دوارة. كل شيء انت بتعمله بحياتك سواء من خير او من شر رح تلف الدنيا وتدول ويرجع لك. نفس اللي عملته، حرفيا نفس اللي عملته بس بطريقة اخرى، حتى لو بعد سنين، يعني حتى لو مروا 30 سنة حيرجع لك وحتتذكر وتحكي يا ريت. يا اما بتحكي يا ريت عملت هيك، يا ريت ما سويت هيك، يا اما بتحكي الحمد لله اني كنت هيك. صراحة انا لما كنت احضر للفيديو كتير بكيت من القصص جدا، يعني كتير مؤثرة، فاحضروها من النهاية. اول قصة رح احكي لكم اياها هي قصة انسان. كان هذا الانسان مسجون وجالس على كرسي الاعدام. هذا الانسان يقسم بالله انه رح ينعدم لاجل قتل رجل ما شافه بحياته ولا عرفه، بس بنفس الوقت كان عارف انه رح يجي يوم وينعدم بهاي الطريقة، وعشان قتل انسان هو ما بيعرفه. يعني باختصار كان يستنى هاي اللحظة طول عمره وعارف انه رح تصير معه. ليش وكيف وين؟ هلا رح احكي لكم. القصة بتحكي انه كان في محامي لرجل متهم بجريمة قتل، وبعد سنوات طويلة صدر الحكم على هذا الرجل بالإعدام. هذا المحامي شو بيحكي؟ لما بلغ الرجل المتهم هذا الحكم انه رح ينعدم، استقبل الخبر بأعصاب جدا باردة، مع انه هذا الرجل المتهم كان يأكد للمحامي طول هاي السنوات انه بريء من هاي الجريمة، ومع ذلك تلقى الخبر بهدوء ونفس راضية. هذا الوضع أثار فضول المحامي فقرر انه يحضر إعدامه، وهنا ابتدأت القصة. صعد المتهم إلى الخشبة التي سوف يعدم عن طريقها وقال للموجودين: أنا سأعدم الآن وأقسم بالله أني بريء من هذه الجريمة، ولا أعرف الرجل المقتول ولم أره في حياتي كلها، ولكني قد قتلت رجلا قبل 30 عاما. قال: كنت رئيس مخفر في أحد أحياء دمشق، وجاء ضابط فرنسي أيام الاستعمار الفرنسي وأعطاني رجلا ليحكم عليه ثاني يوم بالإعدام، فأودعت هذا الرجل في الإسطبل وقفلت عليه الباب، وفي صباح ذلك اليوم افتقدته وكان قد هرب من شدة خوفه. يعني وكله بأنه يخلي هذا الرجل عنده لتاني يوم لأنه رح ينعدم، فهو حطه بالإسطبل وسكر عليه الباب. ثاني يوم أجا يشوفه لقاه هارب، شو بده يعمل؟ فماذا أفعل؟ فشو بيحكي الرجل؟ أخذت إنسانا بدويا من الطريق وبعت ناقته وأودعت ثمنها في جيبي ووضعت هذا الرجل البدوي مكان هذاك الرجل اللي هرب، وفي اليوم الثاني أخذوا هذا الرجل البدوي المظلوم وأعدموه، فأمهلني الله على هذا الحادث 30 عاما، ثم انتقم مني بأن اتهمت بجريمة قتل أنا بريء منها، وأنا والله أنتظر هذه اللحظة منذ 30 عاما، وكنت أعرف أنني سألقى الجزاء نفسه، وانتهت هذه التهمة بإعدامه أمام ذهول الجميع من عدل الله. شو العبرة يا جماعة من هاي القصة؟ الجزاء من جنس العمل،
شو يعني؟ يعني ببساطة يا جماعة، الخير اللي بتعمله لناس بيوم من الأيام رح يرجع لك بيوم من الأيام، والشر اللي بتعمله مع الناس والظلم اللي بتتصرف فيه مع الناس حتى لو ما كان حدا يعرف فيه بالحياة كلها إلا ربنا، رح يرجع لك نفسه يوما ما. يعني ببساطة ما تفكر إذا السنين مرقت وما حدا شافك وما حدا دري، خلص الموضوع اندفن وراح والشخص نسي والدنيا نسيت ومشيت الحياة والله رزقك بشغلات كتير حلوة. لا، رح يجي يوم وتنعاد نفس القصة أمام عيونك، إما معك أو مع عائلتك أو مع أبنائك، فكن واثق إنه هذا اليوم سوف يأتي. هذا عدل الله. يعني يا جماعة ببساطة، بائع مخدرات عادي إنه يموت ابنه بجرعة زائدة، وسارق أموال الناس تشب حريق في أملاكه وتبيدها كاملة، فاضح الناس يفضحه الله على الملأ، والذي يظلم الناس يظلم ممن أمينهم، والذي يعير الناس يبتلى بما عير الناس به ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى شو حكى بالقرآن الكريم؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. شو يعني هاي الآية؟ يعني نسلط بعضهم على بعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. فيا أحبابي، الشعور الذي تتركه في صدر أحدهم، كن واثق سيضع الله في صدرك شعورا مثله تماما، فلا تمد لغيرك سوى ما تحب أن يمد إليك. أما القصة الثانية يا أحبابي شو بتحكي؟ يقول أحد الإخوة: من حوالي سنتين وأنا في الصيدلية في ليالي الشتاء القارس، وفي تمام الساعة 3:30 قبل الفجر، كنت مغلقاً أبواب الصيدلية الزجاجية وفوجئت بطرق شديد على الباب، فجريت بسرعة وفتحت الباب، فإذا بشاب في أواخر الثلاثينات وملابسه تنم على بساطة شديدة. هذا الشاب كان يصرخ ويقول: يا دكتور يا دكتور أنقذني، زوجتي في السيارة أمام الصيدلية وفي حالة ولادة. فقلت له: لا أستطيع فعل شيء يا رجل، فهذه صيدلية، خذها لدكتور نساء وتوليد. فقال له الشاب: أرجوك أنقذني أتوسل إليك. فالأمر لم يعد يحتمل وهي في حالة ولادة، افعل أي شيء أرجوك، وأراد أن يقبل يدي. تحت ضغط الإلحاح الشديد أخذت المشرط والقفازات الطبية وبعض أدوات الغيار المعتادة في الصيدلية، وفوجئت عندما وجدت أن نصف رأس الجنين قد خرج، فساعدت السيدة وقمت بإخراج الطفلة، ثم قطعت الحبل السري وأعدت التنفس للطفلة، وقفلت الحبل السري بمشبك السرة، ثم أخرجت المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الموبايل. كل هذا بعض مما تعلمته من مرجع نساء وتوليد قديم كنت قد اشتريته من 20 عاما، لم يستغرق الأمر سوى 10 دقائق، ثم عدت إلى الصيدلية وقام هو بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت. ثم فوجئت به بعد نصف ساعة يطرق باب الصيدلية، فتحت له الباب، ثم أخذ يشكرني وأخرج من جيبه 300 جنيه وقال لي: أعذرني، فوالله هذا كل ما أملك. فرفضت أخذهم وقلت له: هذه هدية مني لطفلتك الصغيرة. ففوجئت به ينهمر في البكاء وأخبره أن دكتور النساء والتوليد رفض أن يولد زوجته عندما علم أنه لا يملك إلا هذا المبلغ. ثم رجعت في ذلك اليوم وبدلت ملابسي ونمت، وفي الصباح فوجئت زوجتي أن ملابسي البيضاء قد لطخت بنقاط من الدماء، والقميص الأبيض أكمامه تحولت للون الأحمر، فأصابها شعور مختلط من الذهول والغضب لاضطرارها أن تزيل تلك البقع والذهول من سبب حدوثها. فعادة أرجع إليها بالقليل من الدماء على ملابسي، ولكن هذه المرة ملابسي تمتلئ بالدماء. فقصصت لها ما حدث وأنه لم تسنح لي الفرصة لخلع الجاكيت والقميص وتبديل ملابسي، فرضخت للأمر بدون تأفف وبنفس راضية. ثم بعد 2 سنين من تلك الحادثة كانت زوجتي حاملا، وأخبرونا أطباء النساء والتوليد أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لابد من الولادة القيصرية، وأن الطفلة ضعيفة جدا وأنه هناك خطر على حياتها وستحتاج لحضانة قد تمتد لأسبوعين أو أكثر.
أخذتها لأربع أطباء وكلهم حكوا نفس الكلام، وحتى أنه في خطر على الطفلة وحياة الأم أيضاً. فعدت بزوجتي الساعة 11 ليلاً إلى المنزل، وعلى أمل أني أخذها اليوم الثاني لمكان مجهز بالحضانة. ورجعت للصيدلية عشان أدقق حساباتي، عشان أشوف قديش في سيولة معي. وللأسف اكتشفت أنه لا يوجد معي المبلغ الكامل والكافي للولادة والحضانة. وفجأة فوجئت باتصال من المنزل: احضر حالا، زوجتك تعاني من إعياء شديد. فأخذتها فورا لدكتورة النساء والتوليد اللي خبرتهم إنه مستحيل إلا ولادة قيصرية، وإنه مستحيل تولد ولادة طبيعية. وعندما كشفت على زوجتي استغربت بشدة، وهي تخبرني أن نصف رأس الطفلة قد خرج بالفعل. فقمت بمساعدتها بالولادة، ولم يستغرق الأمر سوى 10 دقائق، وكانت المفاجأة الكبرى أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج علاج سوى قطرة 5 جنيهات وسط ذهول الطبيبة وزوجها. فقد كنت عندهم منذ 4 ساعات، وأقر الأطباء جميعا إنه مستحيل إلا بعملية قيصرية، وإذا بنستنى أكثر من 48 ساعة فرح يكون في خطر شديد على الطفلة ووالدتها، والموت سوف يكون محقق لهم. فلما صار معي هيك اتذكرت القصة اللي صارت معي من 2 سنين، وكيف سبحان الله اني ساعدت هذا الرجل وزوجته، كيف رب العالمين وقف معنا بهاي اللحظة نفسها اللي انا ساعدت فيها بالماضي الرجل وزوجته. فشوفوا كيف صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني هاي المرأة يمكن كان مقدر لها انه تولد ولادة قيصرية او ما يقدر يولدها، او كان في خطر فعلا على حياتها، ولكن بسبب انه نفس على هذا الانسان كربة وعلى زوجته في الماضي، الله سبحانه وتعالى ما نسي وجزاه الجزاء بجنس العمل. فأنت إذا بتعمل خير تلقى خير، تعمل شر تلقى شر ولو بعد حين. فكل ساق سيسقى بما سقى يوما ما. أما القصة الأخيرة اللي حابة أحكي لكم إياها سريعا، وشوفوا قديش إنها مؤثرة، قصة رجل. هذا الرجل مات ابنه، كان في عزاء، فراح واحد من الأشخاص اللي حكى القصة يعزي هذا الرجل. فالكل هيك جالسين، والرجل الأب حزين حزين جدا على فقدان ابنه. راح هذا الرجل لعند الأب وقعد معه وصار يحكي له كلام يطيب خاطره، ومعروف هذا الرجل إنه كلامه بلسم للروح. وهو بيحاول يحكي معه ويعظم من أجره، طلع عليه هيك هذا الرجل الأب وصار يحكي له: والله إنك وجعت لي قلبي. فالرجل شو بيحكي للأب؟ يعني هذا حال الدنيا، وأخذ يطيب بخاطره. قال له: لا والله مش بس هذا حال الدنيا الأب، هذا دين، هذا دين علي، موت ابنه دين. تخيلوا كيف يعني. الرجل استغرب وصار يحكي له: كيف يعني دين؟ فقال له: والله هذا دين من 30 سنة كنت قاعد أستناه والآن وصلني. فحكى له: كيف يعني؟ شو مسوي أنت في حياتك لحتى بتستنى هاي اللحظة وعارف إنها رح تيجي؟ حكى له: يا ولدي، أنا في يوم من الأيام، أيام زمان، أيام سن المراهقة، كنت أخذ سيارة وأطلع فيها دائماً وأفحط وأروح وآجي وما أخلي حدا من شري. وبيوم من الأيام وأنا عم بمشي بوحدة من الشوارع شفت كلبة، هاي الكلبة معها أطفالها، كانت عم تقطع الشارع بحذر وماسكة أطفالها بطريقة خايفة عليهم. فأنا طلعت عليها هيك وقلت: يا حبيبي يلا هاي لعبة اليوم، خليني أتسلى فيها بولادها. حاولت أضلني ورا الكلبة وجرواتها، عبن ما مشيت الكلبة مع جرواتها وضل جرو واحد، ورحت أنا قلت: يلا هاي فرصتي، وأدعس لكم الكلبة ويتناثر دمها في كل مكان أمام عيني، وأنا أضحك والكلب الأم تصرخ 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 أمام عيني على جروها. لما شفت الكلب تصيح عاد أضحك أضحك أولها، بعدين فجأة وجعني قلبي، حسيت بشعور هيك فجأة في قلبي ما بعرف من وين أجا، ومرت الحياة ونسيت الموضوع. ولما كبرت وتزوجت وصار عندي ولد، قعدت أتذكر شو كنت أعمل بالماضي، وكيف إني كنت بس عشان أضحك وأتسلى دعست هذا الجرو ووجعت قلب أم الكلب عليه. ومن هذيك اللحظة وأنا حاطط ببالي إنه هذاك الدين رح يرجع لي ولو بعد حين. وبالأمس أخذت ابني معاي عشان أقدم له على وظيفة، عمر ابنه 18 سنة. طبعاً كنت أحس بخوف شديد، أخاف على ابني خوف شديد، لأني عارف إنه بيوم رح تيجي لحظة مشابهة. من كثر ما بخاف على ولدي كان بده يقدم على وظيفة، فجيت معه، أجا بده يقطع الشارع، وقفت على الشارع طلعت معه إنه ما في ولا سيارة بالشارع. لما تأكدت إنه ما في ولا سيارة في الشارع قلت له: يلا روح،
ولا تيجي سيارة مش عارف من وين وتدعسه أمام عيني وجسمه يتنثر أشلاء أمام عيني حتى إنه دماغه أجت على ملابسي. بنفس اللحظة والله ما تذكرت إلا موقف هذه الكلبة أمام عيني قبل 30 سنة وش عملت فيها. الظالم والله العظيم ما يروح من الله سبحانه وتعالى، الله ما بيخلي. فباختصار حبايبي، الظلم ظلمات إلى يوم القيامة، والظالم لو مرت عليه سنوات 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 إلا ما يجي يوم وينال جزاء ظلمه بنفس الكأس اللي أذاق فيه الآخرين. بس حبايبي هذا كان الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم يا رب. عندي كتير قصص وكنت كتير بدي أحكي بس الشارع مش مساعد، سيارة الغاز ذبحتني. راح أترككم هون شوي مع كواليس. فإذا عجبكم الفيديو بتمنى تدعموا يوصل لأكبر عدد من الناس، لأنه جد الناس غفلانين عن هاي الشغلة، غفلانين إنه في الحياة في شيء اسمه دائرة السوء أو الدنيا دوارة، يعني كل شيء أنت بتعمله حيرجع لك ولو بعد حين. فلا تنسوا اللايك للفيديو والكومنت عليه واعملوا سبسكرايب لقناتي، اتركوا لي تعليق حلو. احبكم كتير ومع السلامة. والظالم لو مرت عليه ملايين والظالم لو مرت عليه ألاف سنين. ايش فيه؟ طبيبة وزوجها. يا الله مشان الله. لا أعلى أعلى بالله عليك، أعلى بالله عليكي، أعلى أعلى. إيش استفدت؟ إيش استفدتي؟ بس أنا أفهم إيش استفدتي. يلا يا حلوة، يلا يا طعمة، باي باي، روحي باي. إيش راضي تروح؟ أنا إيش أعمل أنا؟ إيش استفدتي؟ إيش استفدتي؟ وأن الطفلة مش حتصير تلغز، مش معقول، اقسم بالله مش معقول. هذا اليوم من اكثر الايام اللي سيارة الغاز بتكون فيها وكثير رايقه. المره ال20 عديته معي ولا لا؟ بالله عليك يا اعلى 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 كمان كمان، والله مش سامع انا عن جد، ما حدا سامع، لا انا ولا المتابعين. اعلى اعلى اعلى. We redefine beauty. جينيالا is coming soon.